بعد قرابة سنة من المشاورة الوطنية انطلقت فعاليات الاستشارات الدولية لإعداد استراتيجية الوقاية من الفساد ومكافحته، استراتيجية من شأن أن ترسم ملامح دولة تقوم على تعزيز سيادة القانون وإرساء الشفافية في الحياة العامة. هي الاستراتيجية الوطنية ترتكز على 5 محاور أساسية. المحور الأول هو تكريس الشفافية وأخلاقة الحياة العامة. المحور الثاني هو يعني تدعيم دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته. المحور الثالث هو دعم الشفافية في القطاع الاقتصادي. المحور الرابع هو دعم دور وقدرات هيئات الرقابة وقطاع العدالة في مجال مكافحة الفساد، وأخيرا يعني دعم وتشجيع التعاون الدولي في مجال وقاية الفساد ومكافحته وكذلك استرداد الأموال. الإسراع في إرساء الاستراتيجية الجديدة للوقاية من الفساد ومكافحته مسعى ثمنته ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. بودي أن أردد شعار رئيس الهيئة في أن الجزائر الجديدة ضد الفساد. بالنسبة لي فإنه يقع على عاتقنا مسؤولية ثقيلة تتمثل في المرافقة ليس فقط من حيث العمل الذي هو بدوره استراتيجي وجد مهم، ولكن لنكون في مستوى تطلعات الهيئة وتطلبات نصوص الدستور والاتفاقية الدولية في مجال مكافحة الفساد. الجزء الثاني من أشغال المشاورة الدولية سيتواصل في 21 من الشهر الجاري، وستخصص أشغاله لاستقبال مختلف توصيات واقتراحات الشركاء الدوليين لعرضه على السلطات العمومية قبل نهاية السنة الجارية.